شح المياه بات من الماضي، والسبب بحيرات ولكن ليست للمياه، إنها البحيرات الهوائية، خزانات المياه الطبيعية التي لا نراها. واليوم وبفضل مادة جديدة صار جمع المياه من الهواء أمرا ليس مستحيلا، والأهم من ذلك أن الصحاري الجافة والمترامية هي المصدر الرئيسي لذلك. مشاريع بدأت أمريكا وكذلك الأردن، وتم تطويرها مؤخرا لتعلن عن معجزة علمية جديدة. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بالتعليقات. استخراج الماء من الهواء. إن كانت أماكن رطبة أو صحراوية جافة، فإن هواءها يحتوي على نسب من المياه المعلقة به، تكون على شكل رطوبة وتوفر كمية من الماء تبلغ أكثر من 12,900 ألف كيلومتر مكعب، أي ما يعادل تقريبا حجم المياه الموجودة في بحيرة سوبيريور، وهي الأضخم في أمريكا الشمالية، وأكثر بخمس مرات من حجم بحيرة فيكتوريا بأفريقيا. ولا تنسوا أننا نتحدث هنا فقط على المياه المعلقة في الهواء، وليست مياه الأمطار أو الكميات المجمعة منها، ولأن العلماء لا ينفكون عن النبش لحل أزمات البشرية، فإنهم لم يتركوا طريقة إلا وجربوها في بحثهم عن تكنولوجيا معينة للاستفادة من المياه، أو ما يسمى بالبحيرات الهوائية. وهذه البحيرات قد تضع حدا لشبح العطش الذي يهدد ثلث سكان العالم بحلول 2025، علما وأن المياه الملوثة تتسبب في مقتل نصف مليون شخص سنويا، بينما يباع في العالم كل عام نصف تريليون لتر من الماء المعبأ. حتى الدول الغنية وصلتها أذرع المعاناة، وبات الاستهلاك المكثف للمياه في الأنشطة المختلفة يسرع من جفاف الأنهار والمصادر الجوفية. بحلول عام 2014 تم الكشف عن الألواح المائية المعتمدة على مادة مجففة صنعها فريق بحث أمريكي لحل مشكل المناخ الحار بمنطقة صحراء أريزونا، وبقيت المادة سرا تجاريا لم يفصح عن تركيبته. فقد تم الإشارة إلى أنه مزيجا من الليثيوم وأيونات عضوية، وتم التهافت على شراء هذه الألواح من ريف أمريكا وأستراليا وحتى لبنان والمكسيك. إن فكرة استخراج الماء من الهواء هي في الواقع ليست جديدة، بل تم اعتمادها أولا بطرق بدائية نوعا ما، ثم بدأت عمليات تطويرها، ولكنها بقيت مفتقرة للنقاوة وتغيب عنها عناصر الأملاح المعدنية، إضافة إلى ما تستهلكه الأجهزة المعتمدة من حجم طاقة كهربائية هائلة. ومن هنا بدأت طرق تطويرها باستخدام أجهزة جديدة تعمل عبر آلية التبريد، وهي الطريقة المتصدرة للسوق حاليا. ولكن عيب هذه الأجهزة أنها تتطلب مستوى محددا من الرطوبة، حيث تكون بلا نفع إذا ما لم تتجاوز الرطوبة 60%، وهو ما جعل فاعليتها تزيد في المناطق عالية الرطوبة مثل كوستاريكا، وتقل أو تكاد تكون منعدمة في المناطق الجافة وشبه الجافة. وأبرز مثال إيران التي تنخفض فيها النسبة إلى 17%. لكن ماذا لو أخبرناك أن العلم وجد الحل وخرج بمادة معجزة تجمع المياه من هواء الصحراء؟ المادة المعجزة. إنها المادة الحاصدة للمياه من هواء الصحراء، جال أو ما يعرف بالمادة الإهلامية. قدم تركيبتها خبراء أمريكيون وعرفوها بقدرتها الهائلة على امتصاص الرطوبة من الهواء، متحدية الظروف القاسية الجافة التي تتميز بها الصحاري. هي مادة شفافة مطاطية ماصة بشكل طبيعي، وقع مضاعفة فاعليتها بنقعها في كلوريد الليثيوم المعروف بأنه نوع من الملح ذو تجفيف قوي، حيث يمكنه سحب كميات كبيرة من بخار الماء تصل إلى أكثر من 10 أضعاف كتلته.
ولاحظ العلماء أن الجل الأهليمي المحمل بالملح بكميات أكثر من السابق قادر أكثر على حبس الرطوبة حتى في الأماكن الجافة التي كانت بمثابة العقبة المستحيل تجاوزها بالنسبة للمشاريع الأخرى، ويمكن استعمال المياه المجمعة بعد معالجتها في توفير مياه الشرب وصناعة وحدات تكييف الهواء كعنصر موفر للطاقة ومزيل للرطوبة. ومنذ فترة والخبراء يصبون تركيزهم على الهيلاميات المائية، أي المواد الزلقة المصنوعة من الماء ومادة البوليمر. والطريف في الأمر أن هذه المادة كانت تقتصر استعمالاتها في صناعة حفاضات الأطفال، واليوم تم تطويرها بهذا الشكل. الأعلان على هذه المادة أعاد إلى الأذهان مشروعا عربيا كان قد تم العمل عليه منذ سنتين تقريبا، إنه الإسفنج الجزيئي لعلماء الأردن. الإسفنج الجزيئي، تقريبا كان لأحدى جامعات الأردن نفس التصور، حيث سعت لجمع المياه من هواء الصحراء، ولكن بالاعتماد على جهاز مستجمع للمياه يعمل عن طريق الخوارزميات والأطر الفلزية العضوية، أي إسفنجا جزئيا باللوريم. وحسب ما صرحوا به من نتائج عن عملية المعالجة القائمة على استهلاك الكهرباء، تنتج لتر المياه الواحد بتكلفة أقل ب46% عن سعر المياه المعبأة التجارية. ويوجد بالإطار الفلزي العضوي مساما مهمتها ليست التقاط جزئيات المياه فقط، وإنما التقاطها بشكل انتقائي ثم تحويلها إلى مياه سائلة. وأضاف خوارزميات جديدة تتحدى مشاكل تفاوت الرطوبة، وهو ما حسن من أداء الجهاز لينتج 3.5 لترات لكل كيلوغرام من الإطار الفلزي العضوي يوميا. هذا الاكتشاف بمثابة الخطوة التي ستغير من الطرق البديهية لاستغلال الصحراء المترامية في الشرق الأوسط، وإنجازا هاما للأردن باعتبارها ثاني دولة في قائمة الدول الأكثر جفافا وشحا للمياه. عزيزي المشاهد، لو قمت بجولة على فيديوهات قناتنا سوف تلاحظ عشرات المواضيع المماثلة عن اكتشافات علمية واختراعات جديدة من شأنها أن تغير العالم وتضع حدا جذريا للأزمات التي تواجه كوكب الأرض والبشرية، وهو ما يساعدنا على إدراك حقيقة هامة مفادها أن المختبرات وجامعات البحث العلمي لطالما اعتكف خبراؤها على معداتهم وصبوا بما لديهم من علم ومعرفة لتطوير وإنقاذ ما يمكن ويجب إنقاذه. وهو ما يضعنا أمام استنتاج آخر، وهو أن الحروب والنزاعات المسلحة بين الدول وحتى المعاهدات واتفاقيات التعاون التي تدار أمام الكاميرات لا يمكن أن تحل المشكلة بقدر تلك التي يتم العمل عليها في المختبرات.